أهلا بيك عزيزي وحلقة جديدة. هتكلم معاك عن السؤال ده، يا ترى المسيح اتكلم عن الاضطهاد وقال ايه؟ طبعا هو المسيح اتكلم كتير عن الاضطهاد، قال ايه؟ قال كتير كلام. مثلا في أول عظاته اللي بتسمى الموعظة على الجبل، ماذا قال المسيح عن الاضطهاد؟ قال كده: طوبى لكم إذا عيروكم واضطهدوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. ثم بعد ذلك قال لتلاميذه، قال لهم: أنتوا هتحملوا من أجل اسمي عار، إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. ثم قرب نهاية خدمته وقبيل الصليب مباشرة، ليلة ذهابه للصليب، تكلم بكثرة عن الاضطهاد فقال، اسمعوا معي بعض الآيات، يوحنا 15-18: إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. اذكروا الكلام الذي قلته لكم: ليس عبد أعظم من سيده، إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم، وإن كانوا قد حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم. إنما يفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي، لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني. يعني المسيح بيقول كلام منطقي، هم قبلوني، هم رحبوا بي، ما هم اضطهدوني، طب أنتوا يا أتباعي مش هيرحبوا بيكم، هيضطهدوكم برضو، اعملوا حسابكم. ثم في ختام حديثه مع التلاميذ قال هذه العبارة: قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. هذا ما قاله المسيح. الرسل اختبروا هذا من بداية خدمته، ثم كتبوا في الرسائل كثيرا يقولون لنا أنه لابد أن يكون اضطهاد. على سبيل المثال يقول بولس لتلميذه تيموثاوس في رسالته الثانية: فاشترك أنت في احتمال المشقات من أجل الإنجيل. يقول له أيضا: وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. ثم أيضا نقرأ في رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 4: حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا، لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت من أجل يسوع. رسالة رومية أصحاح 8 يقول الرسول بولس: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ ويذكر 7 أشياء من الألم: أشد أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف، كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. صديقي، السكة بقت واضحة. هل عندك استعداد إنك أنت وأنا ندفع ثمن في طريق تبعيتنا للمسيح؟ مش بالضروري يكون لا سجن ولا موت، لكن شوية تمن، شوية ضيق، شوية تعب. خلينا نتسلح بهذه النية زي ما قال لنا الكتاب: تسلحوا أنتم بهذه النية. خلي ذهننا موجه إن ورا المسيح يمكن أتعب شوية، ده شرف وبركة عظيمة. ربنا يباركك ويستخدم الكلام ده بركة لحياتك.